كسعتقد مياشق لبدا حسبي معارض مدني وعد كسعتت عليها عيدن كبليس كجمهورية سومالان كسعتت دمان قدومي مياشق بلدة يدقمينك وقيسين وزير كوحيقينك وسارة داريما قدها وقيسين مدحوينها جمهورية سومالان وشيدة وقراشو بنامبح قوبا عيمن مدحد لبدا حسبي وحلقو ورقلين اياه إنه يكون إلاليان بنام بحياشاً قوبها الله عيمي حكومة سومالي لانا يا وراي صوصار توحا يكوش اكتين حسبية دا معارض كي حكومة دو اسلقاتين إن مالين تبريتاء مدهارات كو كرد عدونو لحدة قبل ايواوين سومالي لان وزير محمد كاين أحمد وزير كو مراها قدها سومالي لان ايا سيدا سيهاد دو شاقة ورباهينتا دين عكلا وزير كو مراها قدها سومالي لان محمد كاين أحمد ايا انتا سوحا وكدري ان حسبية دا اسلامركا سينا وقدقة انا يكبحان هشيز كاي وضاقلين اياها انا لغو قبن كرين مدهاراتي دا سي قوبا كبحسن حرومها حسبية دا معارض كا اي وعد اي وضاني كسو عتقد مياشا قو لبدا حسبي معارض مدني اي وعد كسو عتقد عليها عيدا كبليس كجمهورية دا سومالي لان كسعتا دمان قدومي اياشا قبلدا يدقموينكا وغيسين وزير كوحيقينكا وسارة داريما قدها وغيسين مدحوينها جمهورية سومالي لان وشيدة وقراشو بنامبح قوبا عيمن مركان اركي دستورك جمهورية سومالي لان قدب كي سلابات فقرد دي سلابات وعدين ايسا حق حرية بنامبحا هي ان لو راعو حير لمبر كوب يا كونتون لبدا كون يا لبيا طبعاً مركا إيه عداتي مسؤولية دا كسارن أمنغا إيه كالدن بينتا وزارة دا رمها قدها سيدا كوعد حير نداميها دسمها وزارة دا إيه هايادها حكومة دا حير نداميها لمبر زيرو ون لباتن سيدي دي طبعاً قدب كيسا تدبية لباتنات فقرد ديسا شناد تدباد يا تدبية طبناد ودغايه ان اي سوقتو امانك موادينتا كلا دنبينتا انش حقود ان اي كهر تقتو لانا دغالنتو دنبيده اي وخي كننا ان اي قيميسو دبا غشنا هذا ان حياده امنكم marka ay cadaatay xeer nambar 27215 qodobkiisa 92aad faqradiisa 2aad 3aad afraad iyo 5aad oo cadeynaya mas'uuliyadda ka saaran amniga iyo kala dambeynta wasaaradda arrimaha gudaha kana hadlaya ilaalinta amarka iyo kala dambeynta sugidda amaanka muwaadiniinta iyo anshaxa guud hubinta xasiloonida iyo amaanka muwaadiniinta iyo isku xiraysa lana kaashanaysan laamaha لامها إيه هيادها حكومة دا كهرتقة يلا تقالنكا دنبية دا يوحي كامل مركان أركي حيرك إلا لنتا أنشح إيه نبتقلية دا قود حير لمبركوبية كنتن لباتن لبية طبان قدب كطبناد وعدين إيه ندام كقود كلا دنبية تا إيه عدسيقة بنام بحية دا إيه دا أو فغردي سكوباد عدين إيسا شروطها لغة باهنية هاي أو كلا لغة إيه غايو ترى دادتك كسو غيب غلايا وشيدة دا مدهاراتك لغة بان ايو بنابحا سيدو كلا فقرة دا ستحاد اي قدب كن سبابها كحسن اوود دا وحدوغا عاسمة دا قدوميها قبل كي وزارم دا قدوه قمان قرال oo sababaysan ku diidi karaan banaanbaxa amase wuxuu wax ka bedeli kara qaabka loo qabanayo iyo waqtiga la qabanayo isagoo ogeysiinaya si degdeg ah u ogeysiinaya gudiga nabadgelyada iyo booliska markaan arkay xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud xeer nambar 2012 قدب كصدحية طبنات فقرة الكوباد هي فقرة اللباد وعدين ايان كالحدين تبنام بحيدا مالك انا اركي حير
إلى أنت أنشحا ينبت قليدة قود حير لنبر قابية كنتن لبكن لبكن يلا بيه طبعا قدب كيسة سدح يطبناد فغرد دي سكوباد يلا بعد وعدين سا كالحدين تبنا بحيدا مركا نركي حيرك إلى أنت أنشحا ينبت قليدة قود حير نبر قابية قابية كنتن لبدا كون يلا بيه طبعا قدب كيسة أفراد أفر يطبناد فغرد دي سكوباد لباد يسدحاد ordiga aya habka loo joojinayo barnaamijyada iyada oo marka hore la farayo in ay joojiyaan barnaamijha hadii ay u hoggaansami waayaan waxa xoo ku joojinaya ciidamada booliska cid kasta oo diiday amarka joojinta barnaamijha waxa loo horgeynaya hay'adaha sharciiga waxa weeye mudaharaadayaashu markay ku gafaan qodobada uu ansixinayo inay mudaharaadaan ayaa qodobkaas loo adeegsanaya markan tix raacay warqada sumadeedu tahay wadani u codsiro 5/2020 ee ku taariikhda 8/7/2020 ujeedadeeduna ahayd wargelin dib u bilaabid barnaamijyo nabadgelyo oo ay ku sheegeen badbaadada Soomaaliland isbiyada mucaaradkii maana ka lixin intoodiyay intii ugu qornaydan waanu ugu qoray badbaadada Soomaaliland waxay ka badbaadinayeen maan garanaynin laakiin intoodan ugu qoray sidaas darteed asbaabaha sharci ee sara ku xusan awgeed waxaan idinku wargelinayaa in kow aan go'aamiyay in barnaamijyadu qabsoomaan maalinta khamiista 18/8/2020 laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 12:00 duhurnimo kuna qabsoomaan xarumaha xisbiyada mucaaradka ee 6 gobol ee kala ah codsigeedii ku jirtay in ay barnaamijyada ku qoran degmooyinka iyo gobolada laakiin markaanu ka wada hadalay gobolada qaar aan lagu qaban karin iyo gobolada lagu qaban karaan uu kala saaray waanu isla ogolaanay gobolada lagu qabanayo waxa weeye 6 gobol doorasho gobolka awdal xarumaha lagu dhigaayo gobolka awdal xarunta dhexe xisbiga wadani gobolka maroodi jeex xarunta dhexe xisbiga wadani macalin haaruun gobolka saaxil xarunta dhexe xisbiga ucid gobolka togdheer xarunta dhexe xisbiga ucid gobolka sool xarunta dhexe ee xisbiga wadani gobolka sanaag xarunta dhexe ee xisbiga wadani waxaa ka reeban barnaamijyasha inay ku qabtaan xarumahaas loo cayimay waxaa ka reeban barnaamijyasha inay ka gudbaan xarumahaas loo cayimay ama loo xadiday madaxda labada xisbi waxaa lagu wargelinayaa inay ku ilaaliyaan barnaamijyasha goobaha loo cayimay haddii ay barnaamijyaashu ka gudbaan goobahaas loo cayimay mas-uuliyadda barnaamijyahaas waxaa qaadi doona madaxda asaabta mucaaradka waxa weeye mucaaradku waajib bay ka saaran dowladda iyo xukuumaddana waajib baa ka saaran wasaaradda daakhiliga iyo ciidanka booliiska waxaa ka saaran waxa weeye wasaaradda daakhiliga iyo booliisku in ay ilaaliyaan ammaanka iyo nabadgelyada iyo nidaamka mudaaharaadayaasha kana ilaaliyeen ciddii iyaga ku soo xadgudubtan isla mar ahaantaana ka ku ilaaliyeen inaanay iyagu xadgudbin madaxda labada xisbi mucaarad waxaa mas-uul ka yihiin wax allaaliya wixii gaf ah iyo wixii mudaraa ka yimaada mudaaharaadayaasha waxaa la faraya taliska ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland in tallaabo sharci ka qaadaan cid kasta oo nabadgelyo darro ku kacda kana baxda xuduudihii loogu talagalay 5 xayndaabkan goobaha loo cayimay isla markaana in ay si buuxda u sugaan una ilaaliyaan nabadgelyada guud ee goobaha loo cayimay inay si buuxda u sugaan nabadgelyada guud ee dalka iyo shacabka waxaa la farayaa dhammaan guddoomiyeyaasha gobollada iyo degmooyinka inay fuliyaan amarkaas
وزير كان قام بوحدنا سيان عيدن كبوليس كان في رجعنا لبدا حسبي هلك قام أو لا عيمي أيه يكون قبلنا ينبرنا بحياش هذه الدوام هتنتهي عبد الرشيد علي براء MMTV هرجيسه